بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله. كأن إحكام الكتاب ثم تفصيله له غاية، هذه الغاية هي الغاية من المنهج كله. ألا تعبدوا، يعني جماع كل ما في الإحكام وكل ما في التفصيل، ألا تعبدوا إلا الله. يبقى أحكمت آياته ثم فصلت لغاية ألا تعبدوا إلا الله. كلمة تعبد لازم نفهمها بدقة. العبادة طاعة العابد للمعبود فيما أمر وفيما نهى، تلك هي العبادة. إذن لا بد من في إطلاق كلمة العبادة من وجود معبود له أمر وله نهى. فالمعبود الذي لا تحصل منه على أمر أو نهي، اوعى تقول أنا بعبد. تعبد إيه؟ بتعمل إيه؟ طب أنت بتعبد الصنم، ماذا قال لك الصنم؟ افعل كذا ولا تفعل كذا. الشمس قالت لك اعمل إيه؟ قالت لك افعل كذا ولا تفعل كذا. يبقى كلمة عبادة كلمة باطلة، لأن العبادة معناها طاعة العابد للمعبود فيما أمر وفيما نهى. وما دمتم بتعبدوا أشياء لا أمر لها ولا نهي لها، يبقى عبادة باطلة. وأيضا لا جزاء لها، تجازي به من عبدها وتجازي به من لم يعبدها. يبقى ما فيش اللي ما يعبدش الشمس عملت له ايه، تعمل له ايه، واللي عبدها تعمل له ايه. يبقى عبادة بغير منهج افعل ولا تفعل لا وجود لها، وعبادة لا جزاء على المحقق لها او المخالف لها تبقى لا ايه، لا عبادة. هنا يلاحظ ان الا تعبدوا الا الله غير اعبدوا الله. لو ان الناس بيجي عليهم الرسل وهم غير ملتفتين إلى قوة يعبدونها ويقدسونها، كنا نقول لهم يا ناس أنتوا لازم تشتغلوا بالعبادة، اعبدوا ربنا. إنما متى يقول ألا تعبدوا إلا الله، فكأنه يواجه قوما لهم عبادة متوجهة إلى غير من يستحق العبادة، فنريد أولا أن ننهي هذه المسألة وبعدين نثبت العبادة لمين. يبقى إذن فيه نفي وفيه إثبات. أشهد أن لا إله، نفيت أولا إلا الله. يبقى إذن أنت لا تشهد هذه الشهادة إلا إذا وجد قوم يشهدون أن إيه، أن فيه إله غير الله. لو كان ما فيش تقول الله إله واحد خلاص، كلام خالي الزين. إنما كلمة لا تعبده إلا الله معناها النفي أولا للباطل، وبعد ذلك إذا نفي الباطل يبقى إذن إثبات الحق هيجي على إيه، زي ما نقول على النظافة. ولذلك يقول لك درء المفسدة مقدم دائما على جلب المصلحة. الأول ما تعبدش غير إيه؟ ما تعبدش الأصنام، ووجه العبادة لمين؟ إلى الله. طيب إذا كانت العبادة معناها إطاعة الأمر وإطاعة النهي، نقول له إذن فهي تشمل كل ما ورد فيه أمر وكل ما ورد فيه نهي. ولو نظرت إلى الأوامر والنواهي وجدتها تستوعب كل أقضية الحياة، من قمة الشهادة بأن لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عن مين. إذن فكل حركة تتطلب على الحياة إبقاء للصالح على صلاحه أو زيادة الصالح إلى أن يكون أصلح، تبقى اسمها إيه؟ اسمها عبادة. يبقى إذن الإسلام ما بيعرفش أعمال يقال أعمال يعني دنيئة،
ما فيش كده، ما فيش في الإسلام حاجة أعمال دنيئة أو أعمال شريفة، إنما فيه عامل دنيء وعامل شريف. كل عامل يعمل عملا تتطلبه الحياة بقاء للصالح أو ترقية لصلاحه وعدم الإفساد يبقى ده عمل شريف في الإسلام. قيمة كل امرئ ما إيه؟ ما يحسنه. فإذا نظرنا إلى هذا وجدنا أن كلمة العبادة تستوعب كل أقضية الحياة، تستوعب كل أقضية الحياة. إزاي؟ أم قال لك أمرا لما يجب أن يكون، نهيا عما يجب أن لا يكون. وما لم يرد فيه أمر وما لم يرد فيه نهي لك الخيار في أن تفعله أو لا إيه؟ تفعله. فإذا ما نظرت إلى ما تؤمر به ونظرت إلى ما تنهى عنه بالنسبة لأعمال الحياة وجدتها لا تتجاوز 5% من حركة الحياة، إنما 5% دول هم اللي حيشيلوا إيه؟ حيشيلوا العملية كلها. ولذلك إحنا بنسمي بني الإسلام على إيه؟ 5. اوعى تفتكر 5 هي الإسلام كما يريد خصوم الإسلام أن يصوروا الدين. خصوم الإسلام يصوروا الدين ويقول لك يا بالزيادة شوية كعبادة وخلاص تصوم وتصلي وتزكي، تقول له لا، ده دي الأركان أو الأعمدة اللي بني عليها الإسلام. ولا شك إن الإسلام يبقى غير الأعمدة، غير الأعمدة دي. يبقى إذن الأركان دي استدامة الولاء لله، واستدامة مطلوبة في كل إيه؟ في اليوم مرة، في السنة، في العمر. فإذا ما نظرت إلى كل حركة الحياة وجدتها مطلوبة من الله، وما دام مطلوبة من الله أم قال لك إياك أن تقول طلب العلم مثلا، يقول لك بس العلم بتاع الدين، تقول له العلم بتاع الدين بيوريك أمر مطلوب من الجميع. مطلوب من مين؟ وأما علم غير الدين اللي احنا بنقول عليه علم غير الدين مش مطلوب من الجميع، مطلوب منه جزئية لك وجزئية لده وجزئية لده وجزئية لده. فكل واحد منا مطالب أن يعلم أمور دينه، لكن مش كل واحد منا مطالب أنه يدرس الهندسة، مش كل واحد منا مطالب أنه يدرس الطب، مش كل واحد منا مطالب أنه يدرس الحساب والتجارة والمش عارف الإيه. لا، ده دي كل إيه؟ كل واحد له إيه؟ له ناحية قد تمر حياته ولا يحتاج لها. يمكن اللي بيتعلم هندسة ده يمر حياته كده ولا يبنيش له بيت مثلا، صح ولا لا؟ اللي بيدرس المحاماة تمر حياته ولا فيش له قضية يدافع عن نفسه فيه. إذا توزيع أعمال الحياة شيء والقاسم المشترك في الحياة شيء، فالدين قاسم مشترك بين الجميع. ولكن يجب أن نفهم هذه القضية على حدودها، لأن مثلا يجي واحد ما يعرفش في الدين ويتكلم في الدين، تيجي تكلمه تقول له يا ابني ده دي عايزة أهل الذكر، يقول له الدين للجميع. الدين نقول صداقة الدين للجميع بمعنى التدين للجميع، إنما علم الدين لازم إيه؟ ده السباكة يا أخي بنتعلم لها 6 شهور ولا 6 سنين ولا مش عارف، والنجارة والحدادة ما عايز علم الدين ده كده كل واحد يتكلم فيه. الدين هو العلم، الدين مش إحنا سواء فيه. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. بقى أنا أطلب من المسلم إنه يروح يدرس كتاب المواريث والعصبة أصحاب الفروض أولو الأرحام الأنصباء العول الرد. طب ما يمكن يمر حد ولا يعس قضية من دي، نقول له لا، أنت مطلوب منك إن تعرضت لقضية من هذه كما تتعرض لقضية صحية تروح لمين؟ للدكتور. عندك قضية تروح للمحامي، عندك بيت تبنيه تروح للإيه؟ للمهندس. عندك عمليات حسابية مثلا، أنت راجل مثلا أعمالك واسعة تجيب المحاسب. كذلك إيه؟ لما تيجي أنت تعلم المطلوب منك، فإذا ما تعرضت إلى موضوعه فاسأل فيه أهل الذكر إن كنت لا إيه؟ إن كنت لا تعلم. يبقى إذا نظرنا هلالا العبادة تتطلب كل حركة الحياة. وإحنا ضربنا مثل، قلنا هب أن إنسانا يصلي زي الناس اللي بيقولوا لا ما نعملش أي حاجة لنا نصلي وبس، نقول له طيب هنخليك تصلي بس، تصلي مش عايز تستر عورتك؟
نعم أستر عورتي. بأي شيء تسترها؟ بحتة قماش. تجيب القماش منين؟ من عند تاجر التجزئة. طب وتاجر التجزئة جابها لك منين؟ تاجر الجملة. وتاجر الجملة جابها منين؟ من مصانع النسيج. ومصانع النسيج جابت الخيط منين؟ جابت من مصانع الغزل. ومصانع الغزل جابت منين؟ جابت من المحالب. والمحالب جابت منين؟ الله، من الغيط. والغيط جابها ازاي؟ قام قال لك حرف. حرف بايه؟ بسلاح. وعمل بميه وجاب الات. الله 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 الله. اذا علشان تقف ساتر لعرتك خدمتك كل اقضيه الحياه. فما تقولش لا انا ما اشتغلش الا بدي، لان انا اقول لك طيب ما تنتفعش بحركه عامل من هؤلاء. نقول له انت فطرت ايه؟ اقل حاجه اقول لك فطرت بدقه، رغيف بدقه. اهو الرغيف يا اخويا جبته منين؟ من عند البقال. والبقال جابه منين؟ جابه من المخبز. والمخبز جابه منين؟ جاب الدقيق من هنا. الله الله الله. سلسلها بقى، مش توصل لهنا بس لمصر، توصل الى الخارج عشان الالات والمكنات. ومش بس توصل للمصانع اللي بتصنع الالات، توصل الى الكليات اللي قاعده باحثين بيدرسوا الحركه والعمليه مش عارف الله. وبعدين تروح لعالم الجلوج اللي قاعد يبحث في طبقات الارض عشان يجيب لك ماده الحديد ويطلعها ويخلصها، والماده دي تصير دي ودي الله ايش. يبقى كل حركه في الحياه خدمت قضيه دينك ولا لا؟ يبقى ان اردت الا تعمل في الحياه لا تنتفع بحركه عامل في الحياه. فاذا لم تنتفع بحركه عامل في الحياه تبقى لا تقدر تصلي ولا يقدر عندك قوام قوه عشان تقف تصلي. يبقى العباده هي عباده كل حركه تتطلبها الحياه، بس في ضوء ايه؟ افعل ولا تفعل. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. كلمة نذير وبشير، النذير هو من يخبر بشر زمنه لم يجد، لازم تكون فيه فرصة عشان يتلافى هذا العمل، وإلا تنذره في عمل واقع لا، أنت تنذره بشر، الشر ده ما عاده يجي عشان يستطيع انه يعمل ايه؟ يتلافاه. وتبشره بخير، يبقى بشير بخير من الممكن انه هو يعمل الطريق اللي عشان ينتفع به. يبقى اذا النذارة والبشارة اخبار تتعلق بامر لم يجد. النذارة باخبار سوء، والبشارة باخبار ايه؟ باخبار سر. طب ما دام بينذر، قال لك الانذار ده، عملية الإنذار أو عملية التخويف نوع من التعلم. لما أنت تعوز ابنك مثلا يحب يذاكر، تعمل تقول له إيه؟ تقول له لو ما ذاكرتش لو ما اجتهدتش هتبقى زي ابن فلان اللي حصل منه كيت وكيت كيت وبقى صعلوك وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا. تبقى بتنذره عشان يعمل إيه؟ عشان يتلافى من الآن. مين؟ يتلافى من الآن العمل اللي هيؤدي به إلى هذا، واللي أنت عايزه يروح لمنهج الخير، لازم تقول له من إيه؟ من دلوقتي علشان يستطيع ان يسلك العمل اللي يؤدي به الى الايه؟ الخير. يبقى اذا الافعل العباده افعل ولا، وما لم يرد فيه افعل ولا تفعل، يبقى على الاباحه. ويجب ان تبصره بانه لو نفذ افعل في مدلولها ونفذ لا تفعل في مدلولها انه سيناله خير. ليه؟ ام قال لك لان التكليفات قد تكون شقه على النفس، فلازم تبين له ان المشقه على النفس الان دي ايه؟ ستاتي لك بخير ايه؟ بخير كبير. زي اللي بيروح يعزق الزريبه ويحمل السباخ ويقعد يحبط ويتعفر ويعمل ومش عارف ايه، هو ده في مشقه. انما لازم تقول له امتى يوم السمره هتعمل ايه؟ لازم دي تلاحظ. الا تعبدوا الا الله انني لكم منه، اي صادر منه، ما عنديش من عندي حاجه، منه نذير وايه؟ وبشير. هنا بقى ألا تعبدوا إلا الله، يبقى نفي لعبادة غير الله وإثبات لعبودية الله. النذارة والبشارة هنا توافق ولا لا؟ عبادة غير الله يبقى عايزة إيه؟ نذير. عبادة الله في الإثبات تبقى عايزة إيه؟ بشير. والحق سبحانه وتعالى خلق الإنسان ويعلم إن الإنسان ضعيف. معنى ضعيف قد يستولي عليه النفع العاجل فيذهله عن خير آجل أطول منه،
فيقع في بعض غفلات النفس. فقال لك واللي وقع في بعض غفلات النفس ما طردناهش من الرحمة، يستغفر الله، يطلب من الله الايه؟ المغفرة. إن كان حصل منه حاجة يطلب من الله الايه؟ المغفرة. فإذا طلب من الله المغفرة يبقى ديا للذنب الذي وقع، وبعدين يتوب. يتوب يعني ايه؟ يرجع. التوبة رجوع، لأنه ما وقع في المعصية إلا لأنه تأبى على منهج ربه. يبقى بعد ما قال على الذنب الماضي استغفرني فيه، قال له ايه؟ وتوب من الآن، ارجع إلى مين؟ منهج الله. فلا تتعرض لمين؟ لذنب ايه؟ لذنب جديد. شوف بقى هنا، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. الاستغفار طلب المغفرة من الله، يبقى عمل من دي؟ عملك انت تستغفر والله ايه؟ يغفر. طيب والتوب ده عمل منك بقى، تتوب عمل ايه؟ منك. قدم العمل المطلوب من الله، لان درء المفسدة مقدم على جلب الايه؟ على جلب المصلحة. ولانك حين تتوب الى الله اي ترجع اليه، يبقى في الزمن اللي بعد كده ما انتش ضامن انه يكون موجود الزمن ده. انما وقوع الذنب بقى حقيقة ولا مش حقيقة؟ بقى وقوع حقيقة. وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى. يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى. ايوه، ما سيدنا نوح قال استغفروا ربكم انه ايه؟ انه كان غفار. يرسل السماء عليكم ايه؟ وبعدين يقول واني كلما دعوتهم ايه؟ لتغفر لهم ايه؟ جعلوا اصابعهم في اذانهم ايه؟ واستغشوا ثيابهم. هتيجي كده لما استغشون ثيابهم. اذا الحق سبحانه وتعالى بيقول عودوا الى المنهج، لانه هو قال في اجماليه المنهج فمن تبع هداي فلا يضل ايه؟ وقال في حته تانية فلا نحيينه حياه ايه؟ طيبه. هذا بعض العلماء يقول هذا في ظاهره يناقض ان الدنيا سجن المؤمن وابتلاءاته، وان اشد بلاء، اشد الناس بلاء الايه؟ الانبياء، ثم الايه؟ الاولياء، ثم الامثل. فكيف تقول متعهم متاعا حسنا؟ أم قال لك ما هو المتاع؟ المتاع هو ما تستمتع به وتستقبله بسرور وانبساط. فالمؤمن الذي يعلم أن كل مصيبة تصيبه في الدنيا الله يعطيه عليها جزاء، يوم ساعة ما تيجي المصيبة يقول لك ايه يعني ده جزاء أكبر منها، جزاء ايه؟ يبقى ممتع ولا مش ممتع؟ يبقى ده متاع. ولما يعمل الشيء وبعد ذلك يعلم أن ده مذكور عند ربه وربنا كتبه له وهيعمل له مش عارف فيه حسن، ده في ناس يمكن تستكثر عايز البلاء يكثر. ليه؟ لانه لما بشر بالثواب عليه ابتدى يقول ايه. اذا فالمؤمن كل امره خير. ولذلك يقول لك اياك ان تنظر الى مصاب في الحياه باي مصيبه على انه مصاب. المصاب حقيقه هو من حرم الثواب. المصاب مين؟ انما واحد جات له مصيبه وحجيله حاجه تانيه اكتر منه، يبقى لو نظر الى غايتها يبقى ماهيش ايه؟ ماهيش مصيبه. لما العبد الصالح قتل الغلام وكان ابواه ايه؟ مؤمنين، فخشينا ان يرهقهما طغيانا ايه؟ وكفرا. لما يجي الاب والام يقول لك الله ما الولد ده لو كان عاش كان بقى فتنه لنا يخلينا نرتشي ونسرق ونعمل كده عشان نسعده وعشان نعمل مش عارف ايه ونعمل ايه، يوم يجيب لنا الشقاء. يبقى ربنا خده من سكتنا. يبقى في متاع حسن ولا مش في متاع حسن؟ تبقى المصيبه جت له يبقى مبسوط. يبقى الذي تاتي له المصيبه وبعد ذلك يعلم جزاء الله على المصيبه مستحضرها ويا بعضيه، يبقى في متاع حسن ولا لا؟ فما تقوليش الامثل في الامثل، بس راضي بالبلاء ولا لا؟ ولذلك مثلا يجي واحد من الصحابه مثلا يمشي في الطريق من المدينه الى دمشق فرجله يصيبها جرح، ومن السفر والتعب والغبار والمش عارف ايه عمل كما يقال في الاصطلاح الحديث غرغرينه،
فلما راح على هناك لازم قرر الأطباء أن تقطع الإيه؟ أن تقطع رجله. فقالوا هاتوا له مرقدا، مرقد يعني البنج عشان ياخذوا إيه؟ فمنع وقال لا، إني لا أحب أن أغفل عن ربي طرفة عين. ما هو البنج حي إيه؟ يتوه. قال لا، اللي بده بالشكل ده يبقى عنده بنج ولا ما عندوش بنج؟ لا عنده بنج جامد قوي. اللي فاهم انه في معية الله كده، طب ده ما دام في معية الله مفاض عليه من قوة الله ومن قدرة الله ومن أكثر مفاض عليه. طيب، وبعد ذلك حينما قطعت رجله أرادوا كفنوها وأرادوا أنهم يدفنوها، فقال ابغني هاتوها يعني. فجاءوا على أم سكر، قال اللهم إن كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في أعضاء. يعني أبقيت لي الله. يبقى إذن صاحب المصيبة حين يستحضر الجزاء عليها يبقى إيه؟ يبقى في إيه؟ يبقى في متعة. ولذلك ما تستعجبش حين يحمد أناس على المصائب. ليه؟ لأن الحمد على النعمة، والمصيبة اللي تجيب للإنسان نعمة أوسع مما أفقدت تبقى دي تستحق ولا لا؟ تبقى تستحق. ولذلك لما اثنين من العارفين بالله حبوا يتعلموا على بعض قال له يعني كيف حالكم في بلادكم أيها الفقراء؟ الفقراء يعني الناس اللي منقطعين إلى عبادة الله، إلى عبادة الله. قال له حالنا في بلادنا إن أعطينا شكرنا وإن حرمنا صبرنا. فضحك وقال له هذه حال الكلاب في بلخ. طب ما هو الكلاب برضه نديته ويقعد يهزلك ديله وينبسط وما حدش اداله هيعمل ايه؟ وصاد هيعمل ايه؟ بس تبقى دي حال المين؟ قال له طب كيف حالكم انتم؟ قال له ان اعطينا اثرنا وان حرمنا شكرنا. ادي الايه؟ يبقى اذا كل انسان يعيش في منهج الله ويستحضر في كل مؤلم وفي كل متعب أن جزاءه فوق ما ناله من التعب وأخلد منه، يقوم يبقى إيه؟ متعكم متاعا حسنا. يبقى الحسن مش في مقاييسك، الحسن في مقاييس الاعتبار للغاية، تضم الغاية إلى الفعل. الولد اللي قاعد يعني ياكل وحاطط الكتاب في عينيه، ياكل لقمه ويبص بصه، ياكل لقمه ويبص بصه، ابوه ياخد منه الكتاب او امه يا واد كل، هو لو ما كانش شاعر بالغايه ان هتجيب له نجاح والواد يطلع الاول يعمل حفل التكريم ومش عارف ايه ويروح الكليه اللي هو عايزها والمجموعه له، ما كان يتعب ولا يبقى في نعيم ولا مش في نعيم؟ ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى اللي هو مدة الإيه؟ الدنيا، ويؤتي كل ذي فضل فضله. يؤتي كل ذي فضل فضله، كل ذي فضل إن استقر معه فضله على أي شيء يؤتيه الله، أي يؤتي كل ذي فضل مبذول لمن لا فضل له يؤتيه فضل. يقول له احنا ما خدناه، احنا خدناه لما نهلك، خدناه لما نهلك، زي ما خدنا من المخزن أردب بأمر ونبدره في الأرض علشان نجيب كام أردب؟ عشان نجيب 10 أو لا ولا 15. ايه يؤتي كل ذي فضل؟ كل ذي فضل ايه الفضل؟ الفضل هو الأمر الزائد عن مساويك، الأمر الزائد. فمثلا فيه فضل المال، عندك مال وغيرك ما عندوش، وبعدين انت فضلت بما عندك على الغير، يبقى انت ربنا يؤتيك ايه؟ طب عندك قوة والتاني ضعيف، فضلك في القوة. عندك مثلا حلم وواحد سفع عليك ومش عارف ايه وبرضك. اذا كل ما يوجد عند الانسان خصلة طيبة ليست في الغير ويفيضها على الغير يقول له انت ما افضتهاش على الغير لتنقص، وانما افضتها لتربو عند الله.
ولذلك يقول وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله، وما اتيتم من ايه من زكاه تريدون بها وجه الله فاولئك هم الايه هم المضعفون. ويؤتي كل ذي فضل فضله. هنا بقى بعض الاهل المعرفه يقول لك يؤتي كل ذي فضل فضله، اي الذي نقص من فضله يدله بزياده، او يعطي كل صاحب فضل فضله، يعني فضل ربه وفضل ربه فوق فضله. ويؤتي كل ذي فضل فضله. وان تولوا، ما هو في نذير وبشير مش كده ولا لا؟ وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير. العذاب مرة يوصف بأنه كبير، ومرة يوصف بأنه أليم، ومرة يوصف بأنه عظيم، ومرة يوصف بأنه إيه مهين. نعم. ليه؟ قال لك لأن العذاب الذي يوجد في دنيا الأغيار في مظنة أن ينقضي، مظنة، لكن العذاب اللي يجي في الآخرة فيه مظنة أنه ينتهي، يبقى كبير ولا مش كبير؟ يبقى كبير. وعذاب يوم كبير يبقى يستلزم الإيمان بأن هناك يوم هنجتمع فيه عند الله. فقال إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ما دام إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير، يبقى إذن ساعة ما يبذل الإنسان أي عمل لا يقدر المتعة فيه بحسب تقديره هو، ولكن يقدر المتعة فيه بحسب إيه؟ جزاء المجازي على هذه. وما دام جزاء المجازي أبال العمل ولمن عمل، ولذلك حيقول من عمل صالحا فلإيه، ومن أساء عليه. وقال لك افرض انك انت عملت في الدنيا لقصد الدنيا لا نظن عليه، من كان يريد حرص الآخرة نزد له في حرصه، ومن كان يريد حرص الدنيا نؤتيه منها. اللي بيزرع وقد أتقن فن الزراعة، وأتقن معرفة التربة، أتقن معرفة إزاي ينتقل بذرة، أتقن معرفة إمتى يروي، إمتى يصون، إمتى نديله ولا ما نديلوش؟ ما قال لك نديله، لأنه إيه في دنيا الأسباب وأتقنها، لا نضيع أجره على ذلك، نعطيله هذه الايه. ومن كان يريد حرص الاخره نزد له فيها، ومن كان يريد حرص الدنيا نؤته منها، وما له في الاخره فيه. يبقى يقول لك طب وايه بقى الناس اللي عملوا الاعمال الحلوه دي، وعملوا لنا نور، وعملوا لنا مش عارف ايه، وعملوا لنا ايه، وعملوا لنا ايه، يستوب اللي ما عملوش؟ نقول له ايه، لان القانون الاقتصادي انك تاخذ اجرك ممن عملت له، فهل عملوا وفي بالهم الله؟ عملوا بلهم الدنيا وقد قيل، وانتهى الأمر، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.